حالين حالين يا حبيبتي، انا كير الحمد لله. كيفكم؟ انا سوي اليوم قهوة بس قهوة اثيوبيا كده، مو سمسم عربي. قهوة هن اسود، قهوة هن كده سوي. بس ما دام انا تحب قهوة مرة انا اشرب قهوة اثيوبيا بالسعودي. مدام تشتري كل يوم، تشتري كل يوم، تشتري قهوة اسود، هي تقول قهوة تركي بس هو اسود زي كده، يعني زي كده. اليوم بس انا اكلم عربي شوي عشان نفر يبقى يسمع. زوجي موجود ببيت، انا وزوجي، انا هذا قهوة زوجي، انا اشرب هذا حقي. بس انا ينسى عربي شوي، يعني انا استنى واربع سنة بالسعودي. مدام انا مرة كويس، مرة هي مرة ستايل، كل شيء مرة ستايل، هي مرة كويس، قلبي كويس، هي مرة حب. أنا هي اشتري جوالات، آيباد، وكتير شيء. يوم أنا يجي إثيوبيا هي اشتري كتير هدية. أنا يجي إثيوبيا تزوج، جيب بيبي، بنت أنا هنا تبكي بنت أنا. الحين انا تزوجت واحد سنة، مدام انا استنى. انا هي قالت جيبي بيبي انت ومعاكي سوا، ما يقدر، ما في زي كده. بيبي مع سوا ماما ما يجي زي كده، عشان كده انا ما يقدر يرجع. بس انا حب مدام انا، هي مرة كويس، قلبي مرة كويس، هي كده مدام انا مره زي ام انا يعني. بس وش اسوي انا يا مدام؟ انا حب انت، انا يبقى انت كل يوم، انا ميس انت كل يوم، اشتقت لك انت مره، قلب كويس، كل شيء كويس. مو سمسم مدام زي تاني، مو سمسم ناس تاني، انت مره كويس، انت يعني يونيك، احبك. خلاص يلا، مع السلامة. انا بس طلع، يبقى طلع فيديو بس يبقى شوي يكلم، يعني بيت اثيوبيا كده، بيت اثيوبيا برا، صغير صغير صغير، بيت اثيوبيا كل مكان صغير، كل شيء صغير. بيت اثيوبيا كده يعني خلاص، ما سمسم سعودي، ما سمسم عرب، ما في كتير بيت، ما في كل شيء، ما في يعني كل شيء صغير صغير، حمام صغير، بيت صغير، غرفة صغير. شو اسمه؟ مطبخ صغير، غسالة صغير، تلفزيون صغير، تلفزيون مرة صغير، ثلاجة صغير، مرة ثلاجة صغير، ثلاجة صغير، يعني بيت كده زي إثيوبيا، ما في مرة وين أم بني؟ إثيوبيا بيبي زي كده، ألبس زي كده، تشرب صدر. أهين بنت أنا تشرب صدر، ما هي رضاعة، ما هي حليب، عشان صدر مرة كويس. بيبي يشرب صدر مرة كويس، يعني
بيبي يجي بقوة، ما هي تشرب رضاعة حليب مرة مشكلة. هاي إثيوبيا ناس هرمة تبع يودي صدر بيبي عشان صدر مرة كويس. أنا الحمد لله إني يجي إثيوبيا واحد سنة، أنا على طول جي بيبي بنت. شوفوا بنت أنا عهن 4 شهر و2 أسبوع، يعني يجي 5 شهر باقي شوي. نا إثيوبيا مرة كويس، زواج كويس، بس أنا اشتقت المدام أنا عشان هي مرة كويس. أنا حب زي أم أنا، مدام أنا حب زي أم أنا. إثيوبيا كل شيء قالي، كل شيء قالي، يعني كل شيء قالي، ما في ركيس شيء. ما سمسم عرب، ما هي ركيس، كل شيء قالي، ما في فلوس كتير. عشان كده كل هرمة يروا كويت، دبي، سعودي، بيروت، عشان إثيوبيا فلوس شوي. ناس كله يروي ويشتغل عشان يبقى فلوس. بس أنا خلصت 4 سنة، رجعت إثيوبيا، تزوجت، جيب بيبي، يعني الحمد لله كل شيء كويس. يعني أنا ما يبقى رجع خلاص. يلا مع السلامة. أنا أدلى أرجع، ما أدري ليش هذا الفيديو ما يقدر يخلص. يعني سعودي هن نسوي، أنا اشتغلت سعودي عشان كده أقول سعودي ما في زي كده، سوي فيها قهوة، إثيوبيا سوي فيها قهوة زي كده، والناس هناك يعني سعودي يسوون بوش اسمه هذا حق تقاوة قمقم، يعني اسمه سوون هنا ما في، سو هنا إثيوبيا ما في، سوون زي كده قاوة فيها ناك، ويسوون قاوة مع سكر سوا هنا ما في، سوا حالو، كله حالو قاوة سوي حالو، بعدين نفر يبقى سكر يسوي سكر، نفر ما يبقى سكر ما خلاص، بس كده يشرب بدون سكر. هنا شيء إثيوبيا وعرب ما يسمسم، كل شيء ما يسمسم. يعني هنا أكل إنجيرة، هنا أكل كده، ما في على طول ناكل رز. هناك عرب ناس يأكلوا رز غدا عشاء ما في مشكلة، بس عندنا يأكلون إنجيرة غدا عشاء كده. أنا كلمت إثيوبيا وعربي يعني عشان أنا حب مدام أنا وسوي فيديو زي كده. Thank you.